أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار الجمال التاريخية، مع دور ستتذكرونه لوقت طويل بين الأستاذ الدولي البولندي بروكو جوفيسكي أمام مدرب كاسباروف فيما بعد تيمتشينكو في بطولة ذكرى روبنشتاين 79. ولكن لماذا دور دخل التاريخ وحاز على جائزة الجمال الأولى؟ علينا أولا أن نتذكر مقولة فلاديمير كرامنيك بطل العالم: إن الشطرنج لعبة معقدة لا نهائية، ويستطيع أي لاعب أن يلعبها بطرق مختلفة لا نهائية. وهذا ما ينطبق على هذا الدور، فالأبيض في النقلة 12 ضحى بالحصان، إلا أن الأسود أجاب عليه في النقلة 22 بطريقة ربما لم نراها من قبل، أعطت هذا الدور مذاقا خاصا. هيا نرى تيمتشينكو ونقلته المعقدة التي أدخلته التاريخ. أتقدم بالشكر للأصدقاء هشام ANF وتحليله لمباراة سباسكي وفيشر وأيمن وردة، وتحياتي لشعب سوريا، وتحية خاصة للاعب السوري الدولي ميثاق الحسن الذي وهب حياته للشطرنج، وتحياتي لأهل الحسكة الكرام. وأشكر هشام رياض على مقالته التحليلية الدقيقة لمباراة فيشر وسباسكي، أيضا الصديق مرتضى ونصيحته، والصديق العزيز ميدو تيتو وشغفه بفيشر، مع احترامه لسباسكي. أما الإهداءات: نزار أحمد، خالد حسين، منافع الناس، مصطفى الجنيني، صلاح نجيب، منا بهريم، محمد الأحمد، أيمن وردة، عبد الرحمن كامل، هشام ANF، أحمد يسري، صالح الأحمدي، وأبو إدياستي. بوكوجوفسكي البولندي بدأ E4 ورد تيمتشينكو C5، الدفاع الثقلي نايت F3، E6، D4، CD4، نايت D4، نايت F6، وده بيسمى تفريع أندرسون، نايت C3، D6، دخلنا في تفريع شيفلينجن، G4، هجوم كيريس، طالب G5، وده بينذر بدور هجومي للغاية. والأسود كمل في التعبئة بنايت C6، G5 طالب الحصان، والحصان تراجع، بيشوب E3، الأبيض طالب النايت B5، ويكثف الضغط مع الوزير على بيدق D6، ولذلك A6 بيمنع المربع، والأبيض بيكمل في هجومه H4، طالب يلعب H5 ويهاجم جناح الملك، بيشوب E7، الفيل والوزير بيصوبوا على بيدق G5 وبيمنعوا H5، والأبيض كمل كوين D2 بدعم مع الفيل البيدق، ودلوقتي طالب H5 وكذلك طالب التبييض الطويل، والأسود أخذ الحصان لإبعاد الوزير عن الوتر، وبالفعل الوزير أخذ، طالب بيدق G7، والأسود بيت في جناح الملك، والأبيض بيت في جناح الوزير، وأصبح الملكين متعاكسين. وبكده نتوقع دور شرس للغاية، الأبيض حيهاجم في جناح الملك، والأسود حيهاجم في جناح الوزير، ولذلك بدأ B5. وهنا أفضل نقلة للأبيض هي H5، ولا خوف من أخذ بيدق G5، لأن لو الأسود أخده الأبيض حيكمل في هجومه H6 طالب المات، والأبيض له هجوم قوي للغاية على حساب خسارته لبيدق. ولكن الأبيض لم يتنبه لهذه الفكرة وكمل رك G1 وبيدعم البيدق، وطالب يلعب H5، وده بالطبع إضاعة للوقت، والأسود بيكمل في هجوم مضاد برك B8،
طالب البي 5 والابيض بيترك التهديد وبيكمل اتش 5. لاحظ ان بيدق الجي 5 مانع الحصان والفيل من الوصول للاف 6، ولكن الاسود لا يهتم وكمل بي 4 طالب الحصان، وافضل نقله هي تراجع الحصان اما للاي 2 او ربما تقدمه للاي 5. لكن الابيض جات له فكره غريبه ولعب نايت دي 5، وده الموقف المرسوم على غلاف الفيديو. فكره الابيض من التضحيه ان الاسود لو اخذ هينتهي التهديد بلعب الاي 5 واغلاق الوتر، وبالفعل الاسود اخذ والابيض سعيدا كمل اتش 6 طالب المات. وهنا الاسود ممكن يقع في خطأ بالغ بلعب الاف 6 وبيغلق الوتر، لكن هنا الابيض له تكوينة خطيرة بتبدأ بكوين دي 5 تشيك، والملك لو ابتعد هياخد البيدق بتشيك ولابد من الاخذ، وهياخد البيدق التاني بتشيك مزدوج بالبيدق والرخ، والملك هيتلقى المات. بينما اذا غطى بالرخ الابيض هيلعب النقلة القوية جي 6، طالب ياخد الرخ بتشيك ولابد من الاخذ، لكن الوزير بياخد بتشيك ولابد من الاخذ، وهنا بيشوب سي 4 تشيك والملك في مأزق شديد. اذا تراجع للاف 8 هيلعب اتش 7 والنقلة القادمة هيرقي بمات، بينما اذا ابتعد للاي 8 الابيض هياخد البيدق طالب ايضا الترقية والابيض هيفوز. اذا الاف 6 نقلة سيئة للغاية، ولابد للاسود من اغلاق الوتر بنايت اي 5، لكن دي بتفقد قطعة بعد اف 4 والحصان مطلوب ولا يستطيع المغادرة وإلا المات. لكن على أي حال الحصان بيأخر الأبيض، والأسود أخذ فرصته في الهجوم المضاد بكوين سي 7 وبيضغط على بيدة السي 2. لاحظ إن الطرفين بيهاجموا هجوم شرس كل في جناحه. الأبيض له ثلاث نقلات، إما الأخذ على الجي 7 طالب الرخ، والرخ هيذهب للدي 8، وهنا الابيض يستطيع الاخذ والاسود بياخد طالب الوزير، وليس له افضل من الكوين اي 7، والاسود بيقبل التكسير وبعد الاخذ بيلعب روك بي 7 طالب الفيل وطالب البيدة، والاسود افضل قليلا. بينما لو قبل الحصان مباشرة هتبقى نقلة سيئة، لان الاسود هياخد طالب الوزير، وافضل نقلة الابيض هي اخذ البيدق، لكن هنا هتجي النقلة القوية بيشوب اي 6 والوزير لازم يبتعد، والاسود هياخد بيدق الاي 2 وهيصبح له هجوم قوي للغاية. وربما افضل نقلة هي لعب الجي 6 والاسود هياخد، وهنا يستطيع اخذ الحصان، ولو الاسود اخذ لن ياخذ البيدق والا بيشوب اي 6 والاسود افضل، ولكن الافضل التراجع للخلف. طالب ياخذ البيدق ويستغل العمود اتش المفتوح، بينما الاسود له اكتر من نقله قويه والدور متوازن بين الطرفين. اذا الجي 6 افضل نقله، ولكن الابيض اختار اخذ بيدق الدي 5 ومازال الحصان مربوط على بيدة الجي 7، لكن النقلة دي سيئة لأنها فتحت الوتر الأبيض وأعطت الفرصة للأسود للهجوم ببيشوب اف 5 طالب المات، والأبيض بيحميه بروك جي 2 والأسود بيكثف ضغطه بروك سي 8 والأبيض مرة أخرى بيحميه، وهنا الأسود لعب بي 3 نقلة قوية للغاية. طالب ياخد بيدة الاي 2 ويرقي ولابد من الاخذ، والاسود اخذ بالرخ والبيدق لا يستطيع الاخذ لانه مربوط على الملك. لاحظ ان في كل هذه الاحوال الحصان مطلوب ولا يستطيع التحرك والا المات.
لكن هنا ايضا الابيض لا يستطيع اخذ الحصان، والا هتكون نقلة كارثية، لان الاسود هياخد طالب الوزير، وافضل مربع للوزير هو كوين A7 طالب التكسير، لكن الاسود لا يهتم وهيكمل كوين A5 طالب الكوين A1 تشيكميت، ولابد من تحرك الملك، وهنا كوين A3 هتنهي الدور. اذا اخذ الحصان نقلة كارثية، والابيض كمل بنقلة قوية كينج G1، والملك ابتعد عن العمود C، ودلوقتي الرخ مطلوب والحصان مطلوب، لكن وصلنا للنقلة اللي ادخلت الدور التاريخ. درجة الصعوبة 10. قبل ما نقول النقلة، اي لاعب ممكن يكمل برك E3 ويهرب بالرخ، وبعد الاخذ والحصان يستطيع التراجع، وبنوصل لموقف الاسود لديه قطعتين امام رخ للابيض وبيدق، والموقف متوازن، لكن ده لا يريده الاسود، ولذلك لعب النقلة الجبارة اللي ادخلت الدور التاريخ بيشوب F6. نقلة غير معقولة، اصبح للاسود 3 قطع مطلوبة، لكن فكرة تيمتشينكو ان الابيض لو اخد الفيل كده هيغلق الوتر امام الوزير، والحصان يستطيع التحرك الى المربع F3 بشوكة للوزير والرخ، والنقلة الوحيدة للوزير هي كوين A7، لكن هنا هيتراجع بالرخ طالب الوزير، والوزير ليس له اي مربع امن، ولابد من الاخذ على الـ A6، وهنا هياخد الرخ، وبعد الاخذ هيلعب النقلة الممتازة بيشوب C2 تشيك، ولابد من الذهاب للـ E1، وهنا هياخد البيدة طالب الكش، والاسود في طريقه للفوز. اذا فكرة تيمتشينكو ناجحة، والابيض لا يستطيع اخذ الفيل، لكن ماذا لو اخذ الحصان؟ هتكون نقلة سيئة ايضا، لان الاسود هياخد الوزير وراءه بيدا B2، ولابد من الذهاب للـ A7، والرخ بيتراجع طالب الوزير، بينما الفيلين بيسيطروا على جناح الوزير. بيدا C2 مطلوب بثلاثة قطع، وبيدا B2 مطلوب بقطعتين، والملك الابيض هيتلقى المات، ولذلك الابيض لا يستطيع اخذ الحصان، ولذلك اخذ الرخ، لكن باخذ الرخ فتح العمود، ومن هنا تشبثوا بمقاعدكم، فالقادم خطير للغاية، واصحاب القلوب الضعيفة تمتنع بكوين C1 تشيك كينج E2، وهنا جاءت النقلة اللي حولت مجرى الدور. درجة الصعوبة 5. الاسود لعب نايت F3 طالب الوزير بقطعتين، والوزير هرب للB4، ومازال طالب الحصان وطالب الفيل. الاسود ترك القطعتين ولعب النقلة الهادئة روك E8 بيربط الفيل على الملك، والابيض لا يستطيع اخذ الفيل، والا هيتلقى المات بكوين E1 تشيك، ولابد من اخذ الحصان، وهنا هتيجي روك E3 تشيك ميت. اذا لا يستطيع اخذ الفيل، ولذلك اخذ الحصان، لكن بيترك الفيل، والوزير اخذ بتشيك، وهنا الابيض له اكتر من اختيار. اذا تحرك بالملك للG3 هيخسر فورا بروك E3 تشيك، وسواء الملك ذهب للH2 او للH4 هيتلقى المات بروك H3 تشيك ميت. ولكن ماذا لو غطى برخ الجي؟ هنا هيفتح الوتر الصغير، وكوين H3 تشيك كينج E2 روك E3 تشيك
King G1 Queen H1 check Rook F1 Queen F1 checkmate. أيضا إذا غطى برخ الجي هيتلقى المات بنقلة أخرى رائعة درجة الصعوبة 7. الأسود هيضحي الرخ بتشيك ولابد من الأخذ، وهنا كوين دي 3 تشيك ميت. إذن لا يبقى غير التغطية بالفيل، ودي النقلة اللي لعبها الأبيض، لكن هنا جاءت النقلة التي لا تقل روعة درجة الصعوبة 9. الأسود لعب النقلة الرائعة الساكنة كوين H1، نقلة لا تنبئ بشيء، مجرد أنه بيربط الرخ، ويبدو أن الأبيض يستطيع أخذ الفيل، لكن هنا هيتلقى المات بكوين H5 تشيك، والملك إذا ذهب للG3 كوين H3 تشيك ميت، وإذا غطى بالرخ هياخد الرخ بتشيك ميت، إذن لا يستطيع أخذ الفيل، ولابد من مقاومة التهديد بكوين H5 بإيجاد مهرب للملك. فمثلا إذا تحرك بالفيل للG3 وبيخلي المربع F2 للملك، هنا هتجي نقلة لا تقل روعة عن كل النقلات السابقة درجة الصعوبة 9. الأسود هيلعب النقلة البسيطة الساكنة الصامتة الرائعة G6، نقلة في منتهى الجمال لا يمكن أن يلتفت إليها أي لاعب، ومرة أخرى الأبيض لا يستطيع أخذ الفيل لأنه هيسقط في شبكة المات بنقلة أخرى لا تقل روعة درجة الصعوبة 7. الأسود هيكمل ببيشوب G4 تشيك. إذا أخذ الفيل هيتلقى المات بكوين H5 تشيك، ودي فايدة النقلة G6 الرائعة، بينما لو الملك تراجع هيتلقى المات بكوين E1 تشيك ميت بحماية الرخ. إذن البيشوب G3 لا تصلح، ولذلك البولندي لعب في الدور بيشوب G1 وبيخلي المربع F2 لتراجع الملك، لكن الأسود لحقه بكوين H3 تشيك، والملك لا يستطيع استخدام المربع، وإلا كوين E3 تشيك كينج F1 كوين E1 تشيك ميت، ولذلك غطى بالرخ والأسود كمل كوين F1 تشيك. والأبيض لو غطى بالفيل هيتلقى المات بكوين H1 تشيك روك G2 كوين H5 تشيك كينج G3 كوين H3 تشيك ميت، ولذلك غطى بالرخ، لكن هنا جاء مسك الختام بنقلة درجة الصعوبة 7. الأسود أنهى الدور بروك إسري اتشيب، وهنا الأبيض سلم، لأنه لو قبل تضحية الرخ هيتلقى المات بكوين دي 3 تشيك ميت، لكن الطريف إن الفيل ما زال في مكانه ولا يستطيع أحد أن يلمسه. أليست نقلة مركبة معقدة تدل على أن الشطرنج بحر بلا شطآن؟ على أي حال أستأذنكم في أجازة قصيرة، وإلى أن نلتقي أرجو لكم أوقاتا هانئة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.